الحياء أساسا وابتداء يعني خلق عظيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بيعلمنا في أحاديث كتيرة جدا إن أصل الدين كله هو الحياء، طبعا فالحياء كله خير. ويجي حديث في صحيح مسلم يقول لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدوتنا ونبراتنا طبعا عظمة وطريقنا عظمة إلى الجنة، طبعا يقول لنا الحياء أو الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. لو ناخد بالنا نقول ان احنا يعني 74 وبضع وستون ولم يذكر منها الا الحياء، فلان ده منبع الاخلاق الله. لكل شيء. لو حطناه يعني قدامنا كده هيكون زي ما تقولي كده ايه اسلوب حياه صح، يخليكي تصلي الى كل خلق. ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه ابتداء ان احنا نكون في حياء مع الله سبحانه وتعالى. فلو طبقنا ده مع الله سبحانه وتعالى، ان احنا معنى الحياء ان احنا بنتجنب القبيح صح، ونتمثل لاوامر الله سبحانه وتعالى في الحسن. فلما الانسان بيمشي بهذه الطريقه بيصل الى كل خلق. نضرب مثال مثلا، لما الانسان بيتمثل بالحياء مع الله سبحانه وتعالى وهو امر ممتزج كده، تقدري تقولي يعني احساس بعطاء الله سبحانه وتعالى، فباحساسك بعطاء الله ان ربنا بيمن عليك بحاجه، فبيكون عندك نوع من الامتنان صح، فتمتنعي عما يغضب الله سبحانه وتعالى. فمثلا في موضوع يعني من ثمرات بقى لما نقول الحياء، ان الانسان يكون عنده بر بوالديه. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان بيخاطب أبوه، هو كان يعني كافر، فكان بيقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، ويفضل يقول له يا أبتي يا أبتي، ولما أبوه بينهاره يرد عليه يقول له إيه، يقول له سلاما سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يعني لما يرد على أبوه من حياء ومن الله سبحانه وتعالى، يقوم يتعامل مع أبوه صفة الحياء تديك بر الوالدين. وينتقل ده لابنه إسماعيل عليه السلام، لما ربنا يؤمر سيدنا إبراهيم بأمر قاسي جدا وإن هو يذبح ابنه، فيكون رد الابن وكأن هي شيء بيورث، يكون رد سيدنا إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر. يعني شوفي بقى يعني الحياء والأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع الأب.